من جديد ومازلنا مكملين معاكم في برنامجكم الشهري يطول عمرك في الخير. يطول عمرك في الخير اللي يجيكم آخر ثلاثة من كل شهر واللي نستقبلوا فيه ناس ما أقلش من 70 سنة. هذا هو الشرط للمشاركة في البرنامج متاعنا، ونكون سعيدة جدا باستقبال ضيفاتنا وضيوفنا اللي يقبلوا باش يحكيوا على تجربة حياتهم اللي أكيد باش نتعلموا منها برشا. وذيك علاش أنا نشكر الدكتور توفيق كركر أستاذ جامعي مساعد متقاعد اللي حاضر معنا واللي باش يحكي لنا على تجربة حياته، خاصة وقت اللي عدن شواش يقول ما عملت لهش حسابه، والحساب حاجة معناها اهتم بها برشا. ضيفنا الدكتور توفيق كركر، دونك باش نرجعوا على كتاب حياته سي توفيق وباش نحكيه معاه بشوية بشوية. انتم تنجموا تتفاعلوا معنا على 71 88 55 56. شكرا للفريق التقني بثينة البسيلي وسليمة يوسف في الاخراج التقني واستقبال مكالمات الهاتفية وتأمين زادة الفيديو اللي تبدأوا تلقاوها من بعد شوية على صفحة الفيسبوك، تكتبوا إذاعة أمل بالعربي وإلا غاديو أم ماجوسكول أل ماجوسكول. ومرحبا بالجميع ومرحبا بضيفنا سي توفيق كركر. سي توفيق اللي باش نرجعوا معاك من الأول، هيت نحكيوا على سي توفيق كركر، وين كبرت وين قريت، خطوة خطوة نمشيوا معاك. ونشكرك برشا على قبول دعوتنا. شكرا للدعوة وشكرا للاستضافة في المحطة الراديو أمل، ونوجه تحية المستمعين ونقول لهم عيدكم مبروك. هات نرجع بشوية بشوية سي توفيق. نهار هزيت الكرتافة ودخلت للمدرسة، ولا إذا زاد عندك ذكريات قبل حتى ما تدخل للمكتب، كيفاش كان؟ وين معناها أنت من تونس العاصمة، من نهج المقطع، باش نرجعوا نحكيوا على الحومة هذية في البلاد العربي. أي نبداو خطوة خطوة سي توفيق. كنت نذكر في نهج المقطع وقريت في نهج في مدرسة نهج التريبيونال وقتها نسميوها. إي هي مدرسة خير الدين بنهج التربيلان اللي هي مش بعيدة على الحبسية، أي في وسط البلاد بحث نادي طاهر الحداد. بحث نادي طاهر الحداد. هات نبدأ احنا بشوية بشوية، هات ناخذوا المدرسة وما تستذكروا. 6 سنين دخلت ولا أكبر شوية؟ وإحنا نعرفوا اللي في الوقت ذاك مش بالضرورة الناس كل تدخل 6 سنين. دخلت مش 6 سنين، 6 سنين فايتين برشا. عادي تعام قبل في الكتاب تاع سيدي إبراهيم. دونك من الكتاب للمدرسة والوالد يرحمه كان زيتوني كان حكيوي على هذا. هما كاو أنا دخلت المدرسة هذه. دخلت للمدرسة ومن المدرسة بديت تقدم، وبعد عادة احنا نحكيه مع سي توفيق كركر 80 سنة. اكيد باش نحكيه على انك انت اللي عندك الدكتوراه، معناها تجاوزت البكالوريا. كان نوصله خطوة خطوة للبكالوريا، كان تحكي لنا على البكالوريا زمان. وقتاش خذيت البكالوريا سي توفيق؟ عام 62. اي عام 62. كيفاش كان شكلها البكالوريا وقت؟ كان البكالوريا على عامين مش عام برك. اي بروميير بارتي دوزيام بارتي، جزء اول وجزء ثاني. دوزيام بارتي. اي في الجزء الاول تعليم عام فيه مواد الكل. اي وفي التعليم والجزء الثاني اما توجهوا للعلوم اما توجهوا للأداب والعلوم الحياة والصناعات. واختيارك كان؟ كان رياضيات. كان رياضيات غرام، معناها أنت كما نقولوا تفهم لها على الأخر في الرياضيات ولا كيفاش؟ كنت كركار سي كركر ولا كنت تقرأ على روحك برشا؟ ما كنتش معناها متميز في الرياضيات. ما كنتش كنت معناها كما يقولوا اسي بيان. اي اسي بيان فوق المتوسط. فوق المتوسط. قريب من الحسن، خلينا قريب من الحسن. ايوه
بصفة عامة يعني. أي معنى مش كل إكسلون خاطر توا زادة وتحية للناس وإحنا على أبواب امتحانات ماذا بينا أولادنا وبناتنا كل يجيبوا 20 على 20 و19. دونك أنت الدكتور الجامعي تقول للناس اللي تسمع فينا راهو ما كنتش بك التميز اللي قديش توا نعملوا به في ضغط على بناتنا وأولادنا. أي دونك الرياضيات كما الرياضيات في الواقع كنت نحب الرياضيات باش نعمل مهندس باش نطلع مهندس. أي. أي. يعني كنت مغرور ياسر بالبريكولاج نصع حاجات. أي. البريكولاج فين عمر هذا ملي انت صغير تحب تبريكولي؟ أي من حسنا صغير من 4 سنين 3 سنين ولا نصنع حاجات برشا كنا واعتقد كنا في وقت ذاك الأطفال يصنعوا برشا لعب بيديهم. تقول أنت ما فماش برشا ألعاب دونك تحب الصغير يحب يلعب للنمو نتاعو زادة يلزم يلعب دونك كنت تصنعوا ألعاب. كنا نتذكر شنية الألعاب اللي صنعها توفيق مثلا التروتيدات اللي تو قعدنا راهو فيها كنا نصنعها بوحدنا. أي كنا نصنعوا لوحة واربعة جالي وتعملوا بها جو لوحتين لوحة بالفوق فما بالقاعدة وفما بتروتينات بالواقفة. فلا انا عارفة اللي بالقاعدة هذه اللي فيها فما الاثنين فما الاثنين ولا اللي تبدلي بها تبدا معناها تقف. اي وفما برشا العاب اخرى مثلا قلوب المشمش نلعبوا به. اي الحيار تعملوا تحطوا 4 على بعضهم وتضربوهم. اي بقلوب المشمش معناها تنجموا تعملوا لعبه وفيها برشا دقه معناها. اي خاطر ساعات ناس معناها نقولوا ما عندناش الامكانيه. سي توفيق تقول معناها نجموا بقلوب المشمش نعملوا لعبه وتعمل فيها مسابقه وكل. اي قلوب المشمش جوستومون يذكرنا في الكافيه دي ديليس من بعد كان فما امكانيه تو نحطوها غنيه حلوه برشا. اي دونك تحاولوا تعملوا الالعاب. البكالوريا نرجع لها كنت انت قلت على زوز اجزاء في وزادها كانت فيها ما كانتش كتابيه برك كانت تحكي لنا على التجربه هي. لا الاجزاء الاثنين فيها الكتابي والشفاهي. اي معناها الجزء الأول فيه كتابي وشفاهي كي تكمل تتمر للمرحلة الثانية تعمل كتابي وشفاهي كذلك. أي تعمل كتابي وشفاهي وبعد أنت حبيت حلم حياتك الهندسة وشنو اللي صار بعد نلقاوك رياضيات واختصاص الجبر. الرياضيات وانا نشكرك لأنك قبل دعوتي أنا والرياضيات اثنين لا يلتقيان يعني بالحق اليوم الحوار بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة برشا. دونك تشوفوا الرياضيات احنا معناها اللي جرات عليه العادة في تونس شنو النوع نتاع الرياضيات وشنو اختصاص سيادتك خاطر احنا الرياضيات بالنسبة لنا كاني قطعة واحدة انت قلت اللي هي فيها 4 أجزاء ولا فما 4 أجزاء كبيرة. أي. أي. اللي هما الجبر الجبر وي اناليز تحليل الهندسه الجيومتري وعلوم الاحصاء والبروبابيليتي معناها اللي كل ما يتعلق بالستاتستيك ستاتستيك دونك هذوما هذوما مدارس الكبرى معناها الاتجاهات الكبرى الاتجاهات الكبرى في لي برونش وي لي برونش لي كرونت برونش. نجيو معناها كي كملت انت الدوزيام بارتي نتاع الباك اللي خذيتها حتى بتفوق وبسبق بالنسبه لغيرك تلقى روحك معناها تحب تقرا في الخارج كانت عندك زوز فرص كان تحكي لنا عليهم انك تاخذ بورس في تونس ولا تاخذ بورس البرا. لا كانت عندي فرصه واحده من الاول فرصه واحده باش نقرا في تونس وماهوش مش في مدرسة مهندسين مش تحضير مهندسين في الجامعة فقط في الجامعة فقط وأنا كنت نحب نتبع مهندس طلبت ترسيم في فرنسا وقت فماش برشا هنا فماش برشا توانسة يخرجوا برشا وفماش مدارس وقت هذا فماش مدارس بتاع مهندسين. أي. وكان انا كذلك معناها مشيت في الهندسه اللي حلمت بها مشيت الاقسام التحضيريه للهندسه اي لغروز ايكولي بريبار وعملت البريبار
وفيس لي بريبا بعد ما عملت ستاج في تونس، عملت ستاج في تونس في شركة السكك الحديدية. اي وخدمت مع واحد تخرج من بوليتكنيك. اي المدارس التقنية العليا. اي بوليتكنيك فرنسا. اي هذه كان في تونس قبل ما تطلع لفرنسا باش تقعد. لا لا في وسط الواحد بعد العام الثاني. العام الثاني في واحد عام عملت ستاج في الشركة الحديدية بتاع تونس. اي ديجا ما عندناش برشا شركات دونك كانت فما امكانيه انك تعمل الستاج نتاعك غاديكا. احنا باش نزيدوا نقفوا اكثر عند تجربه الدراسه نتاعك في فرنسا خاصه. كيفاش تحصلت على البورس؟ خاطرني يهمني نعرف. وتحيه للناس اللي توا تبحث على اني تستقر في الخارج وكل، والناس تعرش الصعوبات حتى اللي عاشوهم ناس يمكن سبقوكم بعشرات السنين. هذاك علاش يهمني نعرف بالتفاصيل كيفاش عملتك الاستمارة، كيفاش عيطولك فما انترتيان، كيفاش تقبلت باش خرجت وقريت في فرنسا، كيفاش صار هذا سي توفيق في الستينات؟ في الحقيقة أنا ما كانش فما الاستمارة وكذا، فما كان فما أوفيس دي مين في تونس. أوفيس دي مين دي مين تاع المواني. لا لي مين لي مين. اللي هو كان هو يحب على يحب يكون مهندسين. انت تقصد لمين اللي هما الالغام، معناها صناعه الالغام الحاجات هذيك؟ لا لا نتاع الحديد وال الحديد والزنك وكذا. اي معناها معناها المواد المعدنيه. المواد المعدنيه معادن. فوالا انا توا هو يحب الاوفيس هذا يحب على المهندسين وعطاني بورس. عطاني بورس في اخر لحظه. في اخر لحظه انا كنت ماشي بطبيعتي وعلى على كيفي. اي فوالا وفي اخر لحظه خذيت بورس من الدوله باش تخرج تقرا لبرا. وهذا مهم دونك. انت في كل الحالات كيما بارشا شباب طوالي انا نتوجه لهم بالتحيه، واللي هما يقول لك ماشي يعني ماشي. دونك انت ماشي لفرنسا كسس واخذيت البورس ولا ما خذيتش؟ واكيد بالمشيه هذه لفرنسا درت من بعد العديد من الدول. احنا باش نخرجوا في فصل غنائي كافاليرو، وبعد نقعدوا نتبعوا فيك وانت الكافاليرو اليوم اللي درت العديد من البلدان وباش تعطينا العديد من التجارب. شكرا ليك. فصل غنائي ونرجعوا لكم. هذه طول عمرك في الخير. كافاليرو كافاليرو جوادك وينسير تحت ظل السومبريرو كافاليرو كافاليرو del sombrero كابالييرو نادي لشكر صفر له تصفير وارمي عليه سرجون وكبر هيا بينا نسير كابالييرو نادي لشكر صفر له تصفير وارمي عليه سرجون وكبر هيا بينا نسير هيا يا كابالييرو تحت ظل السومبريرو يا كافاليرو تحت ظل السومبريرو كابا 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 كافاليرو 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 يا سيو
cavalheiro, cavalheiro, cavalheiro. خد معاك الجيتارة داعي بالأوتار تسهر روح المحتارة واثنية تقصر. خد معاك الجيتارة داعي بالأوتار تسهر روح المحتارة واثنية تقصر. هي